سومالي برادة لغو عنو وحا لغا سو دوف صدا ودمد درسكا ملغي يابا انان برادة داس ان سو دوف صنو انان كسو سارا كرنو ودن كينا فيديو غام حربنا انان عريتا سوغا حدلنو السلام عليكم كسر هذا الفيديو كله جديد على سفام سوماليا وطلقنا إن كيف يستان دتك سوماليات فلنا هذا القناة كم قصبة هاي سبسكرايب ده بيل كنا تابو سيسكود عارفين فيديو كسر نزوجت بينه لأن وذاك ولا له كله سوماليات فيديو واحد وقيب الناي لبقي بات قيب تكوبات وحن واحد لنا أربع قصاب سمر نذا يجيت كبر نذا سيد ويه هاي وحن كل واحد لدونا إذا وحبون يسيد الله دياريو لكن إن شاء الله فيديو بس وصع ذا أيان وحن واحد لدونا عمل هذا كوحبون يحليه أوفى عن سومالي برده لغو أبوره بيه أباهنته برده رب ميا كفلان سيد الله ما ملوك هو كوبان وحن كلو واحد لدونا برده سيد كده سيد أويهي هدي أهربتينا تشرت قابك الله تشرتره مالها لقى صعد أفسده هي سيد الله قد ياريو سيد كي إن أبرت هذا كأبورتي أيان واحد لدونا وحن كلو واحد لدونا نفقة هي سيد الله ما ملوك هو كل دون سيد كل سكوب وحن واحد لدونا وضرده كده عبرده ينوعيد أكليهين أريم أكلنا وأنا واحد لدونا برد الدون كلاج سوسارة يوسيب بدن السنة بسنة كذا بيسا لابد يكون لابد يوحل سوسارة يصدح بقول يطبعني يلح مليون أو طن كبدن ماشى لابد يكون يزيد طبق إلى سوسارة يصدح بقول يلحذن يزيد مليون كبدن ما بكنا دا في رصيد أدونك وحكومة السنية وضمدك للدوان إن سعر برنده مدبا مدبك وكم ذوي هاي أو مذوق وكحجو وقصة وحصار بدنيا برنده لنك برنده وضمد مدبك عدان كله سيد الصومالي وكله برنده مصو سعران أما وربحين في علاقة مهيو شاينا أي أحد ضمد وصو سعر كبدن لنك برنده أدونك بقولكي ولا بعدين يلح وحير كبدن برنده أدونك وحصو سعر تشاينا وحكو عيقا سيدا مرايكان كوكالة برازيل يهوشكا سيدا وكالة وريتين أسلو حصو سارة برادة فربادن أفريكا ودامادة آتكا أصو سارة برادة وحاكمد مصر إيا الجيريا ودامادة صومالي درس كيدا حتى ويصو ساران سيدا كيني إيتوبيا برادة آد فربادن إيصو ساران مركا هورتا محاكينا إن دلاجيه كلا دوان لغاو أبورو أما لغاو سو سارو غوبلادا كلا دوان إيا دونك ميدو كوبات إيا كان تاوحوي عميلادا كتيرته غوبل كاس هاها تو قبوغا أما كولايلكا أما روبكا تسال أهان وحان روكرا ودمدا قبو أو لغاو سو سارو تفاحا إيا ودمدا كلول أو لغاو سو سارو موسكا ميدا لبادو حوي عيد نوع أي تهي أيا كينيسا إن دلقية كلا دوان لغا سو سارو غولادا كلا دوان مدى سدحاد واهليتانك بيه سيد روبك انتو أوليجي هاي ترديس وبيئن لهايستو إيو إن للكو سيسا بيه لغا لاسو بحيكاري إنك لأو عيل أخدو كرتي مدى أفراد وحوية تكنولوجي تكنولوجي وحكوسها اللي ساحتا ميال سحراء إن وحلغا سو سارو ودبا بدان أيا حدا ساسمية ورول سحراء وحكا سو سارو سابطو تكنولوجي إيا العكتا هاي ستاندرتيد وحلغيا بنشي عيد استعمال لهايين إني بيه كلي استعمالان وبيه وحكسو سعران قدارت مدى الشناد ودقالها وددك شعبك وددك جوغة أهيستان ويكي إبساكران قدارت بيرلين سو سعران تصالة هنا دي جرينهاوس أدستيت أو ستروبري يقدارك لأقالي أسو سعرتيت ددك جوغة ماشا أجوكتان إيسان دقالة إكو كتان إيسان هيسان والعاقة سعرتي مرك دقالي هي دلق وانا سليهين مدى اللي حادنا ودقنك أي ددك ليهين ماشا سجوغة منتا إيسان عنين هدا سو سعرتو أيدينا لبي إبسانيو مرك هدا دانوسو نقونو برددي وجيد نوعي أفر كون أو نوع أو نيتيف أو كلا دوان أيها جرتا أو برادا أصلا هانا وحي كسو جيدا ودن كبيرو لو يقانو ماشا أو كويا لإيري ديساس أي كسو جيدا برادا يوروبيان كي مركي تاغين ساوت أمريكا أي وحي سمايان برادا دي أي سو قادين قرنق اللي حي طبنات أي وحي كان يوروب وصاص أي وفافطي يوروب يا دميدا كلي برادا دو فاميلي أهان وحي كتر سانتهي سلنيسي فاميلي جيدا هلي راد أو بحيا سيدا يعني يدا إي بربروني وكان جيت كبرادا ولا صوري قاب كيسة يو قيبي سكلا دوان يا مجد لو يقانو او كلا دوان انجلشا مراحة تاقرقو كويا شا لكن كوالا عنا ماهن شيبركي واكنا وعيد هوسي سكو بحيا هل كان واحكو قران وربحين كوبان او كسابسا برادا سيدا ان حلقة قرشادة اي جاريسو اي قادتو صدح بلود اي بر إلا عفر بلود يو ان جيت كبرادا او دالو دور مير إلا حتى او جارو لباتن مير لكن اني جيدو وينو لسو قرطو اي نقضان وحيكو حرانتا هاي بيها اي النفقة اي بارتا كيهلي كران اي كو حرانتا سيدا عدماتك كاركتيد برادا دو كالين وين اي او وجرتا وانتو ينك ادونك كالين تصدحات اي او وجرتا وانتو بين ادم كو عنو وحيكو حكتا بريسك اي بركة
marka haddii aan soomaali nahay maxaa naga qadiyey? Cunuddeeda kama wada waa cunnaa, ee inaan soo saarno waddankeena ka soo saarno maxaa noo diiday? Ujeeddada aan ka leenahayna fiidiyogan ugu muhiimsanna waa taas, inaan ogaano in waddankeena ay kasoo bixi karto iyo inay iska soo bixi karin. Sidoo kale, baradhada markaad soo saaraysid, waxaa muhiima inaad taqaanid suuqa aad geynaysid iyo dadku waxa ay u isticmaalayaan, sababtoo ah mid waxaa jirta jibsiga loo isticmaalo, mid kariska loo isticmaalo, mid dubista loo isticmaalo, way kala duwan tahay. Marka nooca aad suuqa keenaysid oo dadku ay rabaan meesha aad joogtid waa inaad noocaas keentaa oo ku habboon qaybtaas. Sidoo kale, waxyaabo kale ku kala duwan yihiinaa jira, si cudurku u kala adkeysa og yihiin, kulaylka si u kala adkeysa og yihiin, iyo inta xataa ay ooleeyaan markii meel la dhigo ay ku kala duwan yihiinaa jira. Marka hadhow markaad soo gadanaysid waa inaad taqaanaa nooca aad soo gadanaysid, aad su-aalahaas weydiisid ood ogtahay. Baradhada waxaa lagu abuuraa adduunka ciido kala duwan, laga bilaabo mid bacaad ah ilaa mid kalay loom ah, ciidahaas oon biyaha isku sii ceshan karin. Laakiin baradhada waxaa fiican in lagu abuuro ciidda furfuran, biyuhu aysan dhex fariisan, oo xididkuna helayo meel uu ka neefsado, laakiin xoogaa qoyaankii ceshan karta, oon horay ka qalalayn, dhagaxaanta laga ilaaliyey, ciidda culus oo laga wado ciidda ay ku badan tahay maadada kalayda, soomaaliduna u yaqaaneen dhoobeyda, waa looga fiican yahay baradhada, waa laga fiican yahay ayaan iray. Sababta keenaysana waxaa ka mid ah in biyo badan ay ceshanayso oo dalagyo kale u fiican, laakiin baradhada aan u fiicnayn. Markay qalalaysana way adkaanaysaa, taas oo baradhada u keenaysa dhib kala duwan. Marka halkaas aan sheego, waxaad ka fahantay in ciidda dhoobeyda ah oo aadka u culus aysan ku fiicnayn, midda bacaadka ah oo biyaha ceshan karinna aysan ku fiicnayn. Marka waatee midda ku fiican? Taas waa midda u dhaxaysa labadooda, isku qaska ah oo furfurka ah. Midaas weye midda ku fiican. Maabkan wuxuu ku tusinayaa ciidaha kala duwan oo Ilaahay waddankeena siiyey, ha ahaato gypsisol, calcisol ama fetisol ama ciid dhoobeyda. Haddii aad xiiseynaysid, videos ayaan ka samaynay ciidahan kala duwan ee Soomaaliya, qaarna way soo socdaan insha Allah. Marka shaki kuma jiro in ciid ku habboon baradhada laga helayo Soomaaliya dhulkeeda kala duwan. Maadaama baradhada dhulka hoosiisa ku baxayso, waa in ciidda si fiican loogu jilciyaa oo loo diyaariyaa si loo helo miro isla eg waaweyn oo dhaawac aan qabin. Baradhada waxaa loo diyaariyaa waxa la yiraahdo raised bed, kan aad sawirka aragtid oo kale. Beeraleyda haysta qalabka loogu talagalay sahal ayay u tahay inay raised bed baradhada u diyaariyaan. Laakiin innaga inta aan gaarayno kuma qasbanin inaan haysano qalabkaas. Waddamo badan oo Afrikaan ah qalab gacmeed ayay isticmaalaan si u diyaarsadaan baradhada. Kenya oo kale, oo baradho aad u badan laga soo saaro, 60% ka badan baradhada waxaa soo saara beeraley gacantooda isticmaalaya dhul aad u yarna haysta. Marka baradhada sida loo soo saaro, sidaan niriba 20 cm oo u sarreysa ciidda si fiican ayaa loo falayaa. Weliba waxaa la falayaa inta uusan roobku imaan, si aysan ciidkii kaaga adkaan oysan kaaga halaabin, iyadoo waqti uu ka dhiman yahay abuurkaagii baradhada, si xataa aad weedskii ama haramadii beerta ka bixi lahaa aad u baabi'isid intaysan baradhadu gelin dhulka. Laakiin baradhadu waxay khaas la tahay oo geedo badan ay ugu duwan tahay in loo sameeyo waxa la yiraahdo hilin, ama in ciidda tuur kor loogu sameeyo weliba marka ay baxayso. Xataa helin oo ah in geedkii baxayey oo baradhada ahaa ciid lagu wareejiyo, waana karto loo isticmaalo sida aan sheegnay baradhada dalagii ay ku jirto. Waxaa la isticmaali karaa gacan iyada oo la duugayo qaybtii ciidda korkeeda ka baxaysa ee baradhada ahayd. Xoogaa markuu geedkii soo dheeraadaba, waxaad samaynaysaa ciid ayaa dhinacyada uga gedinaysa. Sababta u gedinaysidna waxa weeye in baradhada miruhu ay kor u soo baxayaan qaybta kore oo ciidda inay ku baxayaan. Haddii marka qorraxdu ay taabato, mirihii cagaar ayay noqonayaan. Cagaar hadday noqotana, kiimiko sun ah oo xitaa loo dhinto ayaa ka dhacaysa, oo xitaa keenaysa in loo dhinto. Marka inta uu geedku baxayo, dhowr jeer oo ka mid ah ayaa ciidda lagu soo gedinayaa. Markaas wax soo saarkiina wuu badanayaa, baradhadiina mid la cuni kara ayay noqonaysaa. Cagaf iyo qalabkii lagu xiray haddaad haysatid farowskan, saan loo diyaariyo galleyda loo diyaariyo kale ayaad samaysanaysaa. Dhexda ayaad markaas wax ku abuuraysaa baradhadii mirteedii. Hadhow markii geedkii soo baxaba, ciiddan geesaha kaa taalla ayaad ku soo gedinaysaa ilaa meeshii baradhadu ay kasoo baxaysay iyadii ay noqoto tuur gaaraya ilaa 25 cm. Sababta waxaad ogaataa baradhada siidka meesha aad dhigtay ood ku bilowday korkiisa ama dhinacyadiisa keliya ayay aadayaan mirihii aad abuurtay. Sababtaas darteed ayaa loo baahan yahay inaad qaybta kore aad ciid ku shubtid, si kuwii kor u soo baxay oo qaybaha kore kasoo baxayay ay u helaan ciid ka sarreysa, mirihiina ay u bataan sidaa darteed. Marka fariskan tuubiska ku abuuraysid, safkiiba waxaad isku jirsiinaysaa 30 cm, kuwa isku laynka ah, kuwa dhinaca ka yaalana waxaad u jirsiinaysaa 75 cm. Haddii sidaas aad samaysid, 4,000 oo geed oo baradho ah ayaa halkii hektar laga soo saari karaa hadday soo wada baxaan.
iyadoo weliba uu kuu soo harayo boos aad ku socoto ood ku kormeerto cudurrada iyo cayaanka iyo buufinta iyo cidkurgidda iyo insha allah hadhow soo gurashada shaqadaadii. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysateen fiidiyogan, intaan fiidiyo kale ku kulmi doono. Asalaamu calaykum waraxmatullah, iyo barasho wacan.